عمرو عبد العزيز رشدان، محل اورجينال للديكور. عايزين نعرف وراء الحائط، الاشكال الجديده، الاسعار، حركه البيع والشراء. الاسعار اختلفت ايه الفتره دلوقتي عن قبل تعاون الجديد؟ طبعا الاسعار اختلفت كتير جدا جدا وزادت بسبب الدولار والتسعير الجنيه وحر وكده، كل ده اثر على السوق كله، مش على الورق الحائط بس، على كل المنتجات يعني. فطبعا حجم الشراء والكده بقى قليل خالص عن الاول، بس الحمد لله برضو في يعني ماشي. بالنسبه بقى للموديلات الورق، عندنا الالماني والكوري وعندنا الصيني وعندنا ايطالي، يعني كل في تشكيله كبيره جدا واحدث التشكيلات موجوده. احدث التشكيلات اللي نازله السنه دي ورود مثلا؟ هي الورود عليها كتير جدا، بس في بقى ملحوظه دلوقتي ان الساده دلوقتي عند الناس ماشي كويس جدا جدا، يعني اكتريه الناس النهارده مياله للساده، اللي هو في قلم بسيط كده يعني. ناس كتيره جدا طبعا غاويه الورد وفعلا بيعمل منظر وشكل حلو وكويس يعني. لا ورا حاجه مصر. تمام. الاسعار ايه؟ كانت عمل قبل كده زمان من كام سنه كده، كان في واحد هنا بتاع في وسط البلد، يعني كان هو صنايع اصلا بتاع ورق وكده، وبعدين عمل مصنع ورق، فمشيش قوي يعني. ورق الحائط دلوقتي من 150 جنيه الى 800 جنيه الرول. يعني لا، ال 150 ده حجم صغير، يعني مقاس مثلا صغير 53 عرض في 10 متر. و 750 وال 800 وال 650 ده بيبقى حجمه كبير 15 متر والعرض بتاعه 106، فده بيختلف كده في الاسعار. لما الموديلات كله منزل موديلات كويسه جدا. بالنسبه للمكان اللي بيجي منه طبعا بيبقى فيه حاجات اوروبيه وفي حاجات صيني. الخامات الكويسه منه اللي هي الحاجات اللي هي الجنين اللي هي بتبقى وشبر، بتبقى قابله للغسل. ده بالنسبه كخامه. الاشكال بتتقسم، اللي عندك الحاجات المودرن، عندك الحاجات الكلاسيك. ده بيعتمد على العميل محتاج ايه او فارش ايه. حركة البيع والشراء طبعا قلت بسبب طبعا ارتفاع العملة وقلة البضاعة برضك من بطن اللي جاية من بطن. الأسعار على حسب برضك البضاعة اللي بتبقى جاية، يعني كل وقت متوسط في عندك بتبقى مثلا في حدود تقريبا من الرول من 150 جنيه لو 50 سنتي مثلا. ده يعمل حتة قد ايه؟ الرولين يعملوا جنب مثلا 3 متر تقريبا متوسط. في حاجات اقل اللي هي بتبقى حاجات ستوك اللي هو ما فيش اعداد اللي انت بتخلص منها وبعد كده تقوم طالع. طب الرول اللي يعمل مثلا حته 15 متر مربع ده ال 15 متر ده بيبقى كوري. المتوسط سعره بيبدا من 350 وانت طالع برضه. لو البضاعه دي قديمه والناس بتبيعها بسعر قديم، ده 350 400 وفي لحد 850 وفي حاجات اكتر.